نبأ عاجل ورد إلينا، أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. إذن مشاهدين، في نبأ عاجل ورد إلينا، أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح الرهائن.